نبدأ بقى ونتكلم على الأنتي أوكسيدنت أو مضادات الأكسدة. مع تقدم في العمر بيبتدي الخلايا بتاعتنا بتعجز، ومع العجز بتاع الخلايا بيبتدي يطلع حاجة اسمها فري راديكلز. يعني إيه فري راديكلز يا دكتورة؟ يعني الشوارد الحرة. تلاقوا إن إحنا لما بنتقدم في العمر بيبتدي يظهر على جسمنا حاجات كتير قوي. أولاً الحرق بيضعف، كل ما بنكبر في العمر تلاقي نفسك بتاكلي نفس الأكلة دلوقتي بتزيدي كنت بتاكليها وأنت عندك 20 سنة و15 سنة، ما كنتيش بتزيدي في الوزن مع إنه نفس الأكل يا دكتورة ويمكن أقل. حرق جسمك بيضعف كل ما بنزيد في العمر، خصوصا نتيجة زيادة لعوامل كتير وأهمها قلة الكتلة العضلية. الكتلة العضلية بتاعتنا بتقل وحرق جسمنا بيقل، وطبعا الحركة بتقل وحاجات كتير قوي. نمرة اتنين، بيبتدي يحصل علامات على البشرة، بنلاقي بقى البشرة نفسها عجزت تجاعيد، وقريب خالص هيبقى معانا مجموعة كريمات ومع حلول لمشاكل البشرة، ولو عايزينها من دلوقتي ممكن برضو تواصلوا مع الفريق الطبي. يبتدي يظهر العجز والتجاعيد والخطوط والبقع، يمكن وبيسموها ايه الايدج سبوتس، اللي هي البقع اللي بتظهر مع التقدم في العمر. يظهر ايه كمان مع التقدم في العمر؟ نفس الوظائف بتاعت المخ بتقل، يعني الاقي الناس بتبدا الميموري الذاكره مش زي الاول، التركيز مش زي الاول. لا قدر الله بقى في التقدم قوي في العمر بقى بعد السن كبير شويه حبتين، يبتدي بقى ممكن الالزهايمر، ممكن الديمنشيا اللي هو النسيان والالزهايمر، شويه حاجات كده ربنا يحمي الجميع منها. برضو العظم بيتقدم او مع تقدم العمر العظم بيتاثر، نلاقي فيه بدا يحصل هشاشه في العظم، العظم مبقاش قوي زي الاول، بدا يحصل حاجه اسمها اوستيوارثرايتس اللي هو الالتهاب اللي بيبتدي يحصل في المفاصل، ويبتدي يحصل او يؤدي الى خشونه المفاصل. طيب ازاي ممكن اتفادى، او مش هقول اتفادى، ازاي ممكن اقلل او اقلل او ااخر هذه العلامات؟ بمضادات الاكسده الانتي اوكسيدنت، واقوى مضادات الاكسده القهوة الخضراء. بس خليني أقول لكم حاجة، إن القهوة الخضراء الغير محمصة هي دي اللي ليها الفوائد اللي أنا بقولها، أو اللي بتعكس أو اللي بتحميني من كل المشاكل ده المشاكل دي. ليه يا دكتورة؟ علشان أنا احتفظت بكل الخواص بتاعتها. القهوة لما بتتحمص بتفقد مادة الكلوروجينيك أسيد، والكلوروجينيك أسيد هي المادة المضادة للأكسدة، وهي المادة اللي بتحميني من كل الكلام اللي أنا بقوله ده، وبتأخر أو بتأجل أو بتقيني من كل الكلام اللي أنا بقوله أو اللي أنا قلته، المشاكل اللي بتحصل مع التقدم في العمر. فأنا النهاردة هتكلم على الكافيليني بس كمنتج من زاوية تانية، وهو كمشروب مضاد للأكسدة ومشروب غني بالفيتامينات، ومشروب يبتدي يأخر لي علامات العجز ويطول لي شعري ويحافظ على بشرتي ويعلي تاني معدل حرقي ويشتغل على السمنة الموضعية، أنا هتكلم في آخر الحلقة على السمنة الموضعية، ويشتغل على إيه كمان يا دكتورة؟ على المفاصل بتاعتي وعلى عظمي. هو في الآخر منتج او برودكت او الماتيريال نفسها، القهوه الخضراء نفسها، الماده نفسها فيها ماده الكلوروجينيك اسيد الواقيه للجسم حتى من حاجات غريبه ممكن تبقوا مستغربين، تصلب الشرايين، امراض القلب، زياده ارتفاع طبعا مع التقدم في العمر، ناس مع اكل السكريات بيجي لها السكر من النوع الثاني. يعتبر القهوة الخضراء، وراجعوني في الكلام دوت وتأكدوا بنفسكم، القهوة الخضراء الغير محمصة الان روستد جرين كوفي اللي هي موجودة في الكافيليني دي بتعتبر مضاد أكسدة قوي جدا جدا، أنتي أوكسيدنت قوي جدا جدا. الكلوروجينيك أسيد ده بيعمل وقاية من كل المشاكل اللي أنا عددتها من شوية. طيب أنا بحضر الكافيليني إزاي؟ أنا النهاردة هحضره لكم بطريقة مختلفة. المرة اللي فاتت إحنا حضرناه أول أسبوع خالص زي الكابتشينو، حطينا فيه شويه لبن، ميه سخنه ولبن ساخن. الاسبوع اللي بعده قلنا نخليه لاتيه، فحطينا نص كوبايه ماء مغلي، نص الكوبايه لبن حليب مغلي. النهارده بقى احنا هنحضره بطريقه مختلفه خالص، وهنحضره كبلاك. يعني في ناس بتقولي انا مش بحب اللبن، انا عايزه المشروب بلاك. طب يا دكتوره هو قهوه؟ يا جماعه هو مش قهوه، هو مديني طعم القهوه سريعه الذوبان وشكل القهوه سريعه الذوبان، لكن في الاخر انا مش هتعامل معاه. يعني الناس بتقول لي ايه، انا جات لي العلبه دي مثلا، انا طلبت المنتج بيجي لكم العلبه دي تمام، وهتجي لكم في شنطه حلوه قوي قوي، انا هحاول كده ايه لما يعني نزلوا فيديو اجيب لكم الشنطه الجميله دي اوريها لكم كمان. طيب ادي الكافيليني اهو، وهتنزل المقادير حالا بتاعت الوصفه، هيبقى فيه ستيكس من ده اهي، دي الستيكس دي الاكياس خلاص.
طيب الاكياس ديت انا ممكن اخد شنطه واحده ولا خلاص مش مشكله؟ تمام على الشاشه. الكافيه لينيه بيجي لكم في الشنطه اللي موجوده على الشاشه، وبيجي لكم معاه زي كده بامفلت ورقه كده فيها خصائص بتاعته وازاي استعمله وفوائده. على العلبه تحت مكتوب رقم ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، منتج فرنسي مصرح من هيئه سلامه الغذاء، هتلاقوا كده مصنع في الاتحاد الاوروبي، بلد المنشا بتاعته فرنسا. طبعا الحاجات دي جات لنا قبل الازمه اللي احنا فيها دلوقتي، بقى الموضوع صعب، عشان كده تملي بقول للناس ايه اللي عايز الكلام دوت او يلحق يطلب، لان ممكن بعد شويه موضوع الاستيراد ده يبقى صعب حبتين. الكافيه لينيه اهو انا باخد كل يوم ساشت كيس من دوت، ولو حضرتك طلبتي المجموعه الفرنسيه كلها وشهيتك مفتوحه هيبعتوا لكم الفريق الطبي مع الكافيه لينيه منتج تاني، كبسولات تانيه. باخد يوم الكبسولات عشان الشهيه ويوم الكافيه لينيه، يوم ده ويوم ده، هبتدي على مدار الاسبوع يبقى انا عليت الحرق، اخدت مشروب فيتامينات، مشروب غني بالفيتامينات، وفي نفس الوقت قللت الشهيه وقللت حجم معدتي. وطبعا بيجي لنا هديه الاسبوع ده زي ما قلت، فيه بتختاروا فيه نقط حرق هديه، اعشاب هديه، غسول هديه، حاجات كتير، سكر دايت، انا بخليكوا انتوا كريم عظام مسكن للعظام، بخليكوا انتوا تختاروا الهديه بتاعتكم على مجموعه الفرنسيه اللي هي الكافيه لينيه والكبسولات. وممكن اللي عايز يطلب الكافيه لينيه لوحده طبعا مسموح، اللي عايز حاجه تكفي الشهر ويبقى يوم الكافيه لينيه ويوم الكبسولات ممكن برضو، دي بنسميها المجموعه الفرنسيه. طيب هحضر الكافيه لينيه ازاي؟ مجرد شويه ميه سخنه خلاص مع باكت الكافيه لينيه، وهحلي بعسل نحل علشان اخلي المشروب بتاعي غني بالفيتامينات. طبعا معروف العسل النحل غني بال فيتامينز والمينرالز، الفيتامينات والمعادن. وكمان بصوا يا جماعه هو ليه قوام لوحده، شفتوا انا ما حطيتش اي حاجه، شايفين الفوم اللي اتعمل فوق ليه؟ لان هو فيه زنسان جم، فيه سمغ عربي. طيب اللون البني ده ايه يا دكتوره؟ مع انك انت قلتي، تعالوا نزود شويه الميه، قلتي ان هو معمول من القهوه الخضراء غير المحمصه، يحتوي على الشيكوريا، والشيكوريا هي حاجه مهمه جدا جدا في التخسيس وتظبيط الميه اللي في الجسم، بتنزل الميه والاملاح الزياده اللي في الجسم، اتكلمت عليها الاسبوع اللي فات. تعالى نحلي بمعلقه عسل نحل. تمام.